واحدة من المباريات المرتقبة لكرة القدم في واحدة من أسوأ مواد العاصمة في العديد من الأتم. قدم أجمل ما يمكن للكرة أن ترى في الأعوام الأخيرة إسماعيل بالقاسمي يحضر الكرة داخل منطقة الجزاء. محيوس بالشقرة، محيوس في الكرة الماضية وتهديد من جانب هجوم فريق اتحاد الجزائر. مصطفى مشيبة في منتصف الميدان، صراع قراءة نواياه بالدرجة الأولى ثم البحث عن الهجمات السريعة، بما أنك تمتلك في جعبتك عديد اللاعبين والأسماء السريعين في قيمة مزيان عبد الرحمن. وخاضر من قبل مزيان قوية في هذا الثلاثي، بالقاسم إسماعيل، محيوس أيمن، ومزيان عبد الرحمن، وبعدها المتألق عبد الرحمن مزيان يبصم على موسم استثنائي صراحة. التوزيع حاضر، محيوس اتحاد الجزائر هكذا موه امام الخالي بونغورا وزع على مستوى القائم الاول. محيوس بطريقة رائعة بمشهد مميز، هذه الطريقة يسجل بها زلاتان ابراهيموفيتش هنالك اوروبيا وانت تتألق محليا. محيوس 47 يعني دقيقتين زايدين على الشوط الأول. حذاري من رضوان داخل منطقة الجزاء، فرصة وأن يضع الكرة في الشباك وكان قريبا من ذلك. سنرى وسنتابع اللحظة إذا مشاهدينا الكرام. يعطي بنغورا محاولة الضغط على حامل الكرة لكن تمشي بشكل رائع مع فريق اتحاد الجزائر. هذا أكرم جريد لأجد أو يجد المساحة، الانطلاق الآن مزيان قوية يا مزدي في المحاولة الماضية. المباراة الآن كلام آخر سنرى وسنتابع من الذي يرفعها، فرصة كبيرة الماضي والكرة الساخنة الصعبة التي كانت على دفاع اتحاد عن إضافة أهداف أخرى. طويلة الكرة أمامية وصلت إلى الجهة اليمنى، الانطلاقة سريعة لبلقاسم مر، هنا ستكون خطيرة، فرصة وإمكانية وصلت إلى عبد الرحمن مزيان بعيدة على الجهة اليمنى، وزع بشكل رائع وصلت لمزيان، مرور عمل كل شيء لكن حتى دفاع قدم موسم أكثر من رائع. أرضية الميدان ودخول أيضا بأشع من البن عمر صاحب التسديدات القوية من جانب شبيبة الثورة، هل سيرسل قذيفة؟ التسديدة قوية، النسور يعودون إلى أجواء هم الثورة يعودون بشكل رائع. يا بنبوط ماذا فعلت؟ يا بنبوط ماذا فعلت؟ ضاعت منك الكرة وعاد الاتحاد الجزائر. ثلاثية بأقدام أسامة درفلو المتألق آنذاك، أكرم الاعتماد على الحل الفردي، تتحول في هجمة معاكسة سريعة لمصلحة شبيبة الثورة والانطلاق الآن، تأتي الثورية خطيرة داخل منطقة الجزاء، المرور يأتي من قبل اللاعب الذي أخذ مكانه في الشوط الثاني، تسديدة قوية ذلك سهلة، هنا كانت مطالبة بركلة جزاء، التسديدة كانت بهذا المستوى وبهذا الجانب البدني أيضا الذي كان حاضر في هذه المباراة، خاصة الانطلاقات السريعة صنعت الفارق في هذا الشوط الثاني وأقلقت كثيرا دفاع اتحاد الجزائر. الكرة نقلت بالفعل على الجهة اليمنى، صعبة لعناصر اتحاد الجزائر، التوزيعة خطيرة. يا باشا يا باشا يا باشا، للمثل ولن سبي ولن جع باشا وفوت، بينما تغيير جديد هذه اللحظات الأخيرة من زمن هذه المباراة. مصطفى بوشينا ينقل كرة طويلة إلى الأمام، وصلت بالرأس من رضواني إلى أية الحاج، أية الحاج مباشرة لمزيان، هذه صعبة للاتحاد، التوزيعة خطيرة للوصيف. يا لصيف يا لصيف ماذا ضيعت؟ ومثير وفي وقت أكثر من رائع منذ لحظات من دخولك أول الحاضرة، تواجد عدد كبير من لاعبي اتحاد الجزائر داخل منطقة الجزاء على مستوى القيمة الثانية قوية. يا مزيان ماذا ضيعت يا مزيان؟ توقع أن تكون الكرة في هاته المنطقة، مزيان تواجد وحيدا دون رقابة في القائمة الثانية، باشا خطيرة، الجميع يضيع في اللحظات الأخيرة، غابت اللمسة الأخيرة الرائعة والشيقة صراحة من حيث الفرص من حيث اللقطات من حيث أيضا في التنفيذ. بعوش تلعب بسرعة، حكم المباراة اللحظة إذا مشاهدينا الكرام، مصطفى غربال يعلن